بسم الله الرحمن الرحيم. صباح كله مشرق بالسعادة والهنا. صباح نهار اليوم، صباح السبت من 9 إلى 10. طبعا معي كل نهار سبت على حصة مباشرة معي أنا السيدة نورة بوتبين، حصة للطبخ والحلويات، تدابير منزلية، كل ما يخص المرأة والسيدات العاملات والسيدات اللي راهم في المنازل. ما عليهم إلا يتبعوني كل صباح السبت من 9 إلى 10، حصة مباشرة مع اتصالات اللي عندها أي استفسار فيما يخص طبخ حلويات تدابير منزلية، إلا أنهم يتصلوا بي على هذا الأرقام. الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معايا عليهم هو كالآتي: 032-73-46-46، 032-73-47-47. اللي راهو يسمع فيا هذه الصبيحة نقول لهم أهلا وسهلا بكم. الإخراج جيهان نصري، الهندسة الصوتية إكرام جبيري. صباحكم سعيد. اليوم جبت لكم معايا كل ما هو جديد كما عودتكم، واللي بغات أي سؤال تتصل بيا كما قلت لكم على الأرقام، دوك نعاودهم مرة وسنين ثلاثة باش تقدروا تتصلوا بيا. طبعا جبت لكم وصفات جديدة رائعة، تدابير منزلية وحلويات، واللي ما جاوبتهاش الحصة اللي فاتت على الأسئلة نتاعها فيما خاص الطبخ حلويات، اليوم أنا بربي إن شاء الله يعني يكفيني الوقت ونقدر نجاوب على كل أسئلة نتاع الأخوات. اليوم جبت لكم حوايج سهلين، وجبت لكم حوايج يعني مودرن للنساء الحوامل والسيدات اللي مبروك عندهم زيودين جدد، مبروك عليهم. جبت لهم معايا اي كيفاش يديروا، كما نقولوا احنا العرب الوسط يقولوا الطمينة، وحنا نقولوا الزرير، زرير بطريقة جديدة رائعة جدا يعني وسهلة في متناول الجميع. جبت لهم معايا ثاني كما نقولوا احنا لي كوكا، مش بالبات فيتي ولا يعني، جبت لهم كوكا بطريقة جديدة وسهلة ورائعة، وتجي بنينة ومش مكلفة خلاص، وتجي يعني هشة وخفيفة وكما نقولوا احنا وتشبع. تدابير منزلية وخبز بالياغورت وكذا وكذا. طبعا الأخوات اللي يحبوا أي وصفة عجبتهم يتصلوا بيا، وإحنا نستفيدوا يعني يستفيدوا الأخوات اللي يستمعوا ثاني من الوصفات اللي بغاوهم جدد. أنا هنا دوك نقدم لكم أي وصفة احتجتوها. نبدأ على بركة الله على الوصفة الأولى نتاع الزرير ولا الطمينة، عرب الوسط يقولوا الطمينة. قبل ما نبدأ الوصفة يعني نعود نذكر على الأرقام يعني الهاتفية اللي تقدروا تتصلوا وتواصلوا معايا عليها: 032-73-46-46 و 032-73-47-47. الوصفة الأولى هي الزرير ولا الطمينة. الزرير يعني عرب الوسط يديروا الطمينة بالسميد يعني ويقليوه والعسل والزبدة، مي حنا نديروه بالروينة. بون هذه الوصفة تقدري تعوضي الروينة بالسميد ولا الفرينة مقلية ولا السميد مقلي، مي حنا يعني الأفضل نديرو الروينة. الروينة بيان سور اللي ما يعرفش الروينة، الروينة هي القمح مقلي ومرحي، ويديروه يعني النافس الزرير، الضيوف تاع النافس الزرير تاعنا عادي جدا بالعسل والزبدة، الناس كل يعرفوا الزرير. مي جبت لكم اليوم طريقة جديدة نتاع الزرير، هو صحي وميم طون بنين. هذا الزرير واش فيه؟ فيه كأس نتاع الروينة، هذا تجي كمية يعني اللي تكون عندها ضياف بزاف. كأس نتاع الروينة مقلية مرحية مليح، كأس نتاع فارينة مقلي ومرحي، كأس نتاع جنجلانية مقلية ومرحية بيان سور بودر، ثاني كأس نتاع كاوكاو مقلي ومرحي. نعاود المقادير:
كأس نتاع روينة، كأس نتاع فارينة مقلي ومرحي أوفا مليح، كأس نتاع جنجلانية مقلي ومرحي، كاوكاو ثاني مقلي ومرحي. هنا فيها مغرف نتاع شيكولا بودر يعني غبرة. الشيكولا هذه نتاع الشوكولا هذه نتاع الغبرة كاكاو تكون بنية مش الأسود البني. مغرف شيكولا نتاع الغبرة تكون اللون البني. نحط جميع المكونات يعني مع بعضها، خلطهم مع بعضهم يعني هذه المكونات الجافة كامل خلطهم مع بعضهم. تحكمي الشيكولا قطعة يعني تاع 100 غرام بركا شيكولا، أي ذوق تحبيه انتيا شوكولا، أي ذوق اللي يعجبك ديريه، تكون 100 غرام. هنا يعني كاينين عباد بزاف يحبوا الزرير حلو وكاينين اللي ما يحبوش حلو، هنا تقدري تنقصي من الشوكولا والعسل، هنا تنقصي شوية شوكولا وعسل باش ما تجيكش حلوة بزاف. أنا عطيتكم المقادير مضبوطة اللي أنا جربتهم وعجبتني لاغوسات. قلت لكم تحكمي قطعة من الشوكولا 100 غرام اللي تحبي، و 100 غرام تاع زبدة، ونص كاس يعني هذا يعني 100 غرام حوالي نص كاس نتاع زبدة يجيك، ونص كاس نتاع عسل. الشوكولا يعني كي تحكمي بيان سور تحكمي العسل اونفا الزبدة ساعذوبيها، كي تشوفيها قريب تذوب هنا نضيفوا لها العسل 100 غرام نتاع العسل هذاك، نخلطوهم مليح مع بعضهم، ومن بعد نضيفوا لهم الشوكولا نقصوها دي بتي مغصو يعني طرف صغار، ومن بعد نحطوها مع العسل والزبدة يذوبوا مليح، ننزعوها من على النار، ومن بعد نبداو نخلطوا المواد الجافه بالعقل بالعقل. هنا تتحكمي في المواد الجافه انت كي تحبي ديري هذا كما نقولوا حنا الطمينه ولا نقولوا الزرير، حنا نديروه جاري شويه باش نهزوه بالمغارف وناكلو، مي منه من يديروه يعني يبس شويه يعني يقسموه ويزينوه في الصحن. انتي هنا تتحكمي في المواد الجافه، خلطي بالعقل بالعقل هذيك المواد الجافه حتى تتحصلي على الزرير اللي احتجتيه انتيا، يعني هذاك الزرير تحطيه في كيما بغيتي انتي في الصحن في اكواب في المهم انتي، وتزين اللي بغيتي ديريه في السنين تاعك تاع النفس، وفي الاخير زينيه باش حبيتي انتيا. من الافضل يعني ايفيتي الحلويات وايفيتي هذا التزيين، هذا تقدري تزينيه بالمكسرات يعني يجيك افضل، وتقدميه للنفس تاعك بطريقه رائعه جدا جدا ولذيذه بزاف. هذه طريقه يعني الزرير الجديده، واللي حبوا هذا الوصفه هذا الحب الوصفه هذه يديرها كوم ان غاتو فخوا، يقدر يعني يضاعف المواد الجافه ويكركبو ولا يديرو في تاع سيليكون ولا حاجه ويزين الغاتو نتاعو كيما حب. هذه الطريقه نتاع الزرير الجديدة، نتمنى يكونوا الأخوات فهموا الوصفة ويديروها وينجحوا فيها بإذن الله تعالى. اللي بغى يتواصل معايا هذه الصبيحة الأرقام الآتية 032-73-46-46 032-73-47-47. نقدم لكم خبز يعني يكون صغير بالياغورت الطبيعي. الخبز هذا الوصفة تاعو رائعة جدا. واش فيها هذه الوصفة؟ نحكمو كيما نقولو وعاء يكون يعني ولا إناء يكون غامق، يعني نحطو فيه ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وملعقة كبيرة من السكر، وكأس ماء دافي. هذا الخبز هذا الصغير واش فيه؟ نحطوه في اناء غامق يكون يعني كيما نقولوا حنا امبول كبير ولا صحن كبير بالدرجه. هذا نحطو فيه ملعقه كبيره من خميره الخبز بيان سور، ومغرف كبيره من السكر، وكاس ماء دافي، وباطا ولا علبه نتاع الياغورت يكون طبيعي، نخلطوهم مليح
ومن بعد نزيدو لهم حبة نتاع البيض، ونزيدو لهم زوج مغارف نتاع زيت، زيت طبيعي نباتي يعني، ونضيفو باكي خميرة نتاع الحلوى، ومغرف صغيرة نتاع الملح. هذو كامل نلموهم بالفارينة، نضيفو الفارينة، بصح نخليو العجينة تاعنا شوية تلاصق تما في اليد. هاد العجينة هذه نجمعوها مي تبقى لاصقة في اليد مدة 5 دقائق برك، وانتي تخلطيه كاك بيدك وشيوة تخليها تتلاصق في اليد. ومن بعد كي تشوفيها تلمت مدة 5 دقائق، واش نضيفو لها 50 غرام نتاع الزبدة تكون طرية، الزبدة هذه لازم تكون طرية. ومن بعد نواصلوا العجن، يعني نبقاو نعجنوا مليح حتى نشوفوا العجينة تاعنا كي شغل خفيفة بنت لنا كيما هكا شوية خفيفة، ونخليوها تخمر، نغطيو عليها بالبلاستيك، نخليوها تخمر مدة ساعة. ومن بعد واش مدة ساعة نلقاوها بيان سور تخمرت، نحيوها كيما كي شغل قلت لك نخرجوا الهواء منها، هذه العجينة هذه نخرجوا منها الهواء، ومن بعد نشكلوا كويرات كيما نتاع الشخشوخه، كويرات شوي كسر شوي نتاع الشخشوخه نشكلوهم، في نحطوهم بيان سور في صينيه. هذا الصينيه ندهنوها مليح، ومن بعد رشوها بالفرينه، ونحطوا هذوك الكويرات نبعدوهم شويه على بعضهم، خطره راح تعاود تخمر تسمى تطلع وتقيس بعضها هذوك العجينه هذيك. ومن بعد واش نديرو، ندهنو الوجه هذاك تاعها بالبيض، ونزينو من الفوق بجنجلانية، ونخليهم يزيدو يعاودو يتخمرو حوالي 20 دقيقة الى 30 دقيقة، يعني نص ساعة ولا 20 دقيقة تعاود تخمر. ومن بعد واش نديرو، نحكمو الفور تاعنا مدة 15 دقيقة هو شاعل باش يسخن مليح، ونحطو هذا الخبيزات نتاعنا في الفور من التحت حتى يحمروا، نعاودوا نشعلوا لهم من الفوق كي يحمروا مليح نجبدوهم، نتحصلوا على خبيزات رائعين بالياغورت رائعين وخفاف. خلاص نتمنى يكونوا الاخوات سمعوا الوصفه وينجحوا فيها باذن الله تعالى. صباح النور، معنا مكالمه. صباح الخير اخت نورة. صباح الفل والياسمين. اخت نورة بغيتك ما تمدي لي شتات انغس بوش دبرك على البطاطا الحلوة، قاعدة غير نفور فيها ثلاث ما لقيتش شحن ندير بها. بطاطا حلوة قايمة في الاستماع، دوك نمد لغسات الختي رائعة جدا ديما ديما. يا ربي يحفظك، صحة، نهارك سعيد. معانا مكالمة ثانية. صباح النور. صباح الانوار. صباح الفل والياسمين اخي. الاخت نورة. نعم. متشرفين ليك اخي. ممكن الوصفه نتاع البغرير بارك الله فيك. نعم نقدم لخويا الوصفه تاع البغرير، بقى في الاستماع فقط. دوك نقدم الوصفه لاخي. شكرا. نرجعوا للوصفات تاعنا نهار اليوم ونكملهم، ومن بعد نجاوب على الاسئله نتاع الاخوه والاخوات. الوصفه الثانيه اللي جبتها لكم نهار اليوم نتاع كيما قلت لكم تاع الكوكا، مي مش بلا بات فيتي بان بات رائعه جدا. هاد لاباط واش فيها؟ فيها 500 غرام نتاع الفرينه، فيها كاس حليب دافي، فيها كأس إلا ربع يعني تاع زيت، وفيها مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوى، ومغرف صغيرة خميرة الخبز، ومغرف صغيرة تاع الملح والسكر، مغرف صغيرة تاع السكر. هذه المكونات نحكمو الفرينة تاعنا، نديرو في يعني نضيفو لها هذه المكونات كامل، ومن بعد نجملو العجينة تاعنا ونخليوها تخمر مدة 20 دقيقة، ونروحو حنا كيما نقولوا حنا لافارس اللي راح نديروها لهذا العجينه. لافارس تاع العجينه هذه مالفين الكوكا تاعنا يعني اللي نديروا فيها لا فيونداشي ولا فيها طون ولا مش حب يعني كل واحد وذوق تاعو، مي هذا كيما نقولوا حنا لافارس اللي راح نديروها لهذا العجينه ما فيهاش يعني حوايج مكلفه بزاف، وغابيدمون ديريها في الاطفال تاعك ولا العائله تاعك.
هذا لافارس واش فيها؟ كيما الشكشوكه، نحكموا البصل تاعنا بيان سور، بصله تكون كبيره ولا زوج حبات بصله بصل، نحكموه نقص يعني نقطعوه كيما الشكشوكه على الطول، ونديروا شويه زيت شويه فلفل طماطم كيما نقولوا حنا حب، مي هذا الشكشوكه نضيفوا لها طماطم كونسيرف تكون حلو يعني حمراء مليح، وشويه ملح، فلفل حمار راس الحانوت، شويه فلفل الكحل، ونخليو الشكشوكه تاعنا حتى تذبل البصله مليح. كي نشوفوا الشكشوكه تاعنا نشفت من الماء يعني ما فيهاش الماء، هنا يعني نطفيو بيان سور الملح بيان سور حسب الذوق، نطفيو عليها النار ونخليوها حتى تبرد، ونرجعوا للعجينه نتاعنا. معنا اتصال، صباح النور. نعم صباح النور. بير هذه ثاني مرة نعيشك فيها. صباح النور أختي. صباح الخير، هذه ثاني مرة نعيشك فيها. مرحبا بك أختي، متشرفين. معك سلسبيل. سلسبيل، نعم تفضلي، واش بغات سلسبيل؟ حبيت نقولك بلي هذه ثاني مرة نهضر معك، ومرة اللي فاتت عيطتلك باش نقولك عاودي لي لاغوسات تاع الجو تاع الرمان، وجربتها جات نهاية. يعطيك الصحة. صح ايامك اختي، تفضلي واش احتاجت اختي؟ يعني هنا يعني حبيت نشكرك برك، وحبيت رقم تاعك الخاص برك اذا ما عليك. الخاص دوك تعطيه لك الاخت هان المخرجه، اتصلي بها دوك تعطيه لك في الخط الاخر. معليش شكرنا. عفوا اختي، ونشكرك على الاتصال. معنا مكالمه. نعم نعم صباح النور. صباح الخير الاخت نورا. صباح الفل، توحشتك بزاف الاخت. ربي يحفظك، ومن فضلك تقدمي لي الكاتو تاع اللمبوط كيما نقولوا حنا المحقول. كاتو اللمبوط نقدمه لاختي، ونشكرك على الاتصال، وانا ثاني توحشكم بزاف بزاف. ومن فضلك بغيت الرقم نتاعك لهاتف. نعم نتاع بورتابل. نعم ماديك، توحشتك اخر. ما كانش مشكل، دوك نقول لاختي جيهان تعطيك الرقم تاعي، ونشكرك على الاتصال، وصباح سعيد. نرجع لمواضيعنا، كما قلت لكم العجينه اللي خي كملتها صاي، وخليناها تطلع مليح، ومن بعد واش نديرو دركا؟ نحكمو العجينه تاعنا، نقسموها اون دو، يعني العجينه الاولى والعجينه الثانيه نخدمو اون دو. كنقسمو العجينه هنا البلاطو تاعنا ولا المول تاعك اللي راكي مالفه طيبي فيه في الفرن، تقسمي يعني العجينه باش ديري العجينه الاولى في التحت والعجينه الثانيه من الفوق، يعني تغطي لافارس نتاعك. المول تاعك لازم يكون حوالي 30 إلى 50 سنتيمتر في الطول، يعني في العرض نتاعو من في الطول والعرض يكون 30 الى 50 سنتيمتر. هنا واش نديرو؟ نحكمو العجينه الاولى تاعنا، نحلوها بالحلال مليح، ما نخليوهاش يعني رقيقه بزاف ولا خشينه بزاف باش ما تجيناش معجنه الوصفه نتاعنا. ندهنوا القالب تاعنا المول تاعنا من التحت بشويه زبده ولا زيت، ومن بعد نحكموا لاباط نتاعنا نحلوها مليح، ونحطوا من تحت العجينه الاولى. ومن بعد واش نديروا؟ نفرغوا هذيك لافارس اللي درناها ونشفت من الماء، لازم ما تكونش فيها الماء باش ما تبقناش لاباط نتاعنا كيما شغل نيه، كيما نقولوا حنا بالدرجه عجينه نيه. هنا نحكموا هذيك الشكشوكه تاعنا، نحطوها من فوق هذيك العجينه كامل، نغطيوها، ومن بعد نحكموا فرماج بيان سور، رابيو عليها النوع تاع الفرماج اللي عندك في المنزل، سواء يعني كريم ولا غابي. هنا تحطي الذوق اللي تحبي انت الفرماج تاعك، تغطي به هذيك الشكشوكه اللي درناها. ومن بعد نعاودوا نحلوا العجينه تاعنا من ثانيه مليح، ونغطيو لافارس نتاعنا مليح، ونعرفوا كيفاش نعدلوا العجينه تاعنا من لي كوتي باش ما تسيحش منا العجينه تاعنا، ما تجيناش حاجه هكا، تجيكم حاجه ستيل هكا مليحه. ومن بعد واش نديروا؟ نثقبوا بالكيردون العجينه تاعنا باش ما تطلعناش،
وندهنو من الفوق بالبيض من الفوق، ونحطو حبيبات نتاعنا نتاع الزيتون حسب يعني المورسو اللي تحبي تقصيه انتيا للاطفال تاعك ولا العائله تاعك. هنا ندخلو الكوكا تاعنا هذه جديده للفور، يكون بيان سور ساخن مليح، يكون يعني درجه الحراره تاع 220 درجه باش يجي مليح، يعني يجي طايبه مليح ما تبقاناش معجنه. وكي نشوفوها حمرت من الفوق والتحت نجبدو الكوكا تاعنا واش هي طيبه. معنا مكالمه. صباح النور. انا صباح الخير اختي. صباح الفل اختي. نورا بغيت تعاودي لي هذا الحلوه العجينه هذه اللي درتيها المره الاخرى، هذه الخبزه هذه الاخرى هذه ناقصه نتاع العجينه نتاع الكوكا. وفي ذاك العجينه الاولى اخي المارغرين درتيه مغرفه. نعم نتاع الخبز هذاك الصغير اللي درتيه اخي هذاك المارغرين مغرفه نتاع خبز بالياغورت. هي بالياغورت. هي الاخت تاع الوصفه الاولى يا اخي هكا. هي الاولى. هي ديرنا مغرف تاع تاع الزبده. هي اختي وربي ما يخص هذيك الحلوه اللي درتيها بالسمين، السمين ترطب ولا متوسط؟ وين صغير حلوه تاع السميد؟ حلوه هذيك اللي درتيها بالسميد نتاع السميد والكوكو. يا اختي الوصفات قدمت بزاف وصفات. شوفي اختي نورا انا راح نتفكر انا الوصفه اني في الاف الوصفات قدمت لكم، يعني ذكري لي بالاسم خاطر راني ننسى. قلتي حلوه بالسميد. حلوه بالسميد. وين وصفه؟ وين سمانه؟ وين شهر؟ السمانه الاولى اللي درت فيها لافاني يا ارتب الفاني. يا ارتب الفاني. يا اختي اتصلي بيا شخصيا، اتصلي بيا شخصيا وذكريني، يعني هنا الوقت نديو الوقت نتاع الاخوات والاخوه يتصلوا بيا. دوك نقدم لك الوصفه قد قد. هنا اتصال. صباح النور. عدوز صباح الخير اختي نورا شراكي. صباح الفل. راك مليحه؟ الحمد لله. اختي نورا حبيت تعاودي لي العجينه نتاع الكوكا برك. العجينة الكوكا نقدم لاختي العجينه. اختي نورا واش قدمتي؟ قدمتي الزرير هذا مكانه؟ قدمت الزرير. فاتتك الحصه يا اختي. ايه الزرير هذا مكان. قدمت الزرير وقدمت ينغوتسات نتاع الخبز هذا اللي راني نقدم فيه، وقدمت ثاني سيبا. المهم قدمت لكم ثلاث وصفات والاخت نائمه. لا انا والله العظيم ما كنت نايمه، كنت في برا عند طبيب. لازم ديري الكيتمان وتمشي كي تشوفي الوصفه، الوصفات تاع الاخت نورا لازم ديري الكيتمان وتمشي. ايه ربي يعيشك اختي نورا، عاودي المقادير برك نتاع الكوكا. مش مشكل اختي. درك بقاي في الاستماع برك، درك نعاود لك الوصفه. تعيش بارك الله فيك. فيك البركه. نشكرك على الاتصال. نعاود الوصفه للاخت اللي اتصلت بيا دركا. الوصفه نتاع الكوكا جديده مش لاباط فايتي، فيها 500 غرام نتاع فرينه، فيها كاس حليب دافي، كاس الا ربع نتاع زيت، مغرف صغيره نتاع خميره الحلوه، ومغرف صغيره خميره الخبز، ومغرف صغيره ملح وسكر صغيره، يعني صغيره سكر، ومغرف صغيره نتاع ملح. نحكموا العجينه هذه كامل، نعجنوها نلموها مع بعضها حتى تحصلوا على عجينه، نخليوها ترتاح هذه العجينه، ومن بعد نخدموا لافارس تاعنا كيما قلت لكم تاع الشكشوكه. المهم ما تكونش مايها، تنشف خلاص من الماء تاعها الشكشوكه، والشكشوكه نضيفوا لها شويه طماطم كونسيرف. وفي الاخير كي تطلع العجينه تاعنا نحلوها بالحله، نحطوها في المول، نحطوا فوقها هذيك لافارس ونرابيو عليها الفرماج ولا فرماج اللي عندك الذوق اللي تحتاجيه انتيا تحبيه انتيا. ومن بعد نغطوها بالعجينه الثانيه، العجينه الثانيه نثقبوها بالكيقدا، وندهنوا الوجه بالبيض، ونديروا الزيتون ونحطوها في الفور يكون سخون مليح حتى تحمر وشهية طيبه. اللي بغى يتواصل معايا على المباشر ما عليه الا الاتصال بالارقام الاتيه 032 73 46 46، 032 73 47 47. معنا اتصال. صباح النور. صباح النور. صباح الاخت. من فضلك اختي بعد جهاز الراديو عليك باش نسمعك. نعم صح. تعاودي لي يا اخت نورا الخبز تاع الياغورت اللي فات درك. خبز الياغورت اللي فات درك. نعاود لاختي الخبز تاع الياغورت.
تعيشي بارك الله فيك. فيك البركة أختي، نشكرك على الاتصال. صح. الخبز نتاع الياغورت اللي قدمته هذا وين؟ فيه يعني في اناء غامق نضع يعني نحطه مع مغرفه نتاع كبيره نتاع خميره الخبز مع مغرفه كبيره نتاع سكر وكاس ماء دافي وعلبه نتاع الياغورت يعني بطاطا ياغورت طبيعي. هذه المكونات نخلطهم جيدا ومن بعد واش نضيفوا لهم؟ حبه نتاع البيض. ومن بعد واش نضيفو؟ نضيفو زوج مغارف نتاع زيت يعني نباتي، زيت تاع المائدة، ونص باكي نتاع خميرة الحلوى، ومغرف صغيرة نتاع الملح. الملح في الآن نضيفو على الأخير، ومن بعد هذو كامل نلموهم بالفارينة هاد المكونات حتى نتحصلوا على كما نقولوا احنا عجينه يعني تكون متلاصقه تلاصق في يدك حوالي 5 دقائق وحنا نلموا فيها هاد العجينه. ومن بعد نضيفوا لها 50 غرام نتاع زبده طريه، تكون طريه هاد الزبده. ومن بعد نواصلوا العجن كما نديروا الخبز تاعنا بكري تاع الدار يخين عجنوه، ومن بعد نلموه شويه في الاخير مع بالزبده تكون طريه، نتحصلوا على عجينه طريه يعني مليح. ومن بعد واش كي نشوفوا العجينه تاعنا خفيفه مليح نخليوها تتخمر حوالي ساعه. هذه العجينه لازم تتخمر حوالي ساعه. ومن بعد كي نشوفوا وصلت ساعه من الزمن نحكموا نخرجوا الهواء من هذيك العجينه ونديروها كويرات هذه العجينه هذه، ونحطوها في صينيه ندهنوها بالزيت ونرشوها بالفرينه. واللي عندها الاوراق يعني تاع الطهي يدير ورق الطهي من الافضل، ولا دير اوراق يعني البلاستيك هذاك تاع السيليكون اللي خرج جديد دوكا تحطيه ديريكت مع البلاطو باش ما تلصق لك لا كاطو لا عجينه لا اي حاجه. هنا نحطو ندهنو الوجه بالبيض ونديرو جنجلانيه من الفوق هذا كيما نقولوا احنا الخبيزات، ونحطوهم يطيبوا حتى يحمر الخبز تاعنا مليح، ونجبدو الخبز تاعنا نتحصلوا على خبز رائع جدا بالياغورت يعني لذيذ بزاف شهية طيبة. درك نقدم لكم تدابير منزلية ومن بعد نجاوب على الأسئلة نتاع الناس اللي حبوا قبيلة اتصلوا بيا وحبوا الأسئلة نتاع نجاوب لهم أو فعل الأسئلة نتاعهم. نرجع لمواضيعنا، هيا صحصحوا معايا لا شانسون دو خدكم شويه. نرجعوا لمواضيعنا الخاصه بنا. درك نمد لكم تدبيره منزليه رائعه جدا. هذا التدبيره واش فيها؟ المهم الاخوات اللي عندهم يعني لي بول هذو تاع الصوف وحصلوا فيهم انفا يديروا هذيك كيما نقولوا حنا الصوف هذيك اللي تجمل بالدارجه يقولوا كركوده ولا ما في با كيف يقولوا لها هذيك الصوف الوغ البول تاعها جديد وكي تلبسو يبان لها قديم، مي يتجمل مع لافيست ومع كي تجمل تلبسي لافيست نتاعك هذاك البول تاعك يتجمل فيه واحد شعيرات كركبين. الوغ واش ديري لهذا باش ديري لهذا البول تاعك؟ جبت لكم وصفة رائعة جدا يعني تدبيرة تحكمي الجوطابل تاع الحلاقة، جوطابل يكون جديد، تخبي غير لهذا لي بول ولا أي حاجة سروال هكا بلو جين ولا حاجة في الشعيرات هذوك تحكمي أون فات بهذاك الجوطابل هذاك شفرة الحلاقة تاع الجوطابل تحكمي بشوية بشوية كي شغل راكي ترازي في حاجة أنفا، ومن بعد بشوي بشوي حتى تنحى منها هذوك الشعيرات هذوك المكركبين اللي في البول تاعك ولا في البنطالون ولا في اي حاجه عندك يعني فيست ولا سورتون دي فيست هذوك نتاع اللي مخدومين في بالصوف. تحصلي على يعني طريقة يعني رائعة جدا، وكذلك يعني يرجع البول تاعك ولا لافيست تاعك ولا البنطالون تاعك اون ديغي يعني جديد ما فيش حتى يعني شعيرات يعني هكا يقلقوك في هذا الملابس نتاعك. هذه التدبيرة الأولى. التدبيرة الثانية نتاع لي سباتغي ولا يعني
احذيه نتاع الشتاء كي تكون فيهم روائح يعني من تاع الصباط كيما نقولوا حنا بالدرجه الريحه نتاع الصباط. عطيتكم وصفات بزاف خلاص على الريحه نتاع الصباط كي تكون ماهيش رائحه كريهه بزاف. عطيتكم تاع الشب عطيتكم بزاف بزاف، مي جبت لكم وصفه ثانيه نتاع كيفاش تنحيوا الرائحه نتاع الرجلين يعني من الصباط صرتو في الشتاء تقاشر وهي الرائحة تجي من الأصابع يعني مش من الرجل كاملة، الأطراف نتاع الأصابع هي اللي دير الرائحة في الحذاء. واش نديرو هنايا؟ نحكمو كيما نقولو حنا الكسبر، الكسبر هذاك اللي تاع لي زيبيس كسبر، نقليوه ومن بعد نرحيوه مليح بودغ ونحاولو نصفيوه بالصفاية مليح تاني يعود بودغ يعني كيما بودر، ونحطوه في اون بواط اشاك فوا نحكمو الحذاء تاعنا مع الاطراف نتاع الاصابع مش الحذاء كامل غير مع الاخر خلاص، نذرو شويه من لا بودر نتاع الكسبر يعني قلت لكم مقلي ومرحي مش اخضر مش كيما كي نديروه في لي زيبيس نديروه يعني توابل تاع الماكله، هنا نقليوه ونرحيوه ونغربلوه مليح يعود بودغ، ومن بعد نحكمو شويه بركا هكا بالاصابع ونحطو في الحذاء نتاعنا على الاطراف تاع الاصابع تاع الحذاء من تحت مليح هكا نحطو هذاك لا بودغ هذيك، ومن بعد نتحصلوا على حذاء ما فيهش رائحه خلاص نتاع يعني الرجلين صرتو في فصل الشتاء والصيف، يعني هذه الرائحه كريهه جدا انا شخصيا ما نحبهاش. جبت لكم هذه الوصفه وجربتها ونجحت فيها واني قدمتها لكم، نتمنى يكونوا الاخوات سمعوا الوصفه ولا تدبيره ويديروها وينجحوا فيها باذن الله تعالى. التدبيره الثالثه نتاع كيما نقولوا حنا لي طابي ولا الزرابه اللي يكونوا خفاف في الدار وشاك فوا نزلقوا فيهم ولا يزلقوا فيهم الاطفال تاعنا سورتو هذاك نتاع الكولوار هذاك الطابي تاع كولوار نديروه في الكولوار اشاك فوا العبد يزلق فيه ولا يجي كان كضيف ولا حاجه يعود معدي ويزلق فيه هذاك الطابي تاع الصالون ولا تاع الكولوار يكون خفيف. واش نديرو له؟ نديرو سكراتش هذاك اللي يتباع عند المكتبات نديرو مع الاطراف الاخيره نتاع الطابي منو من ومن الاول ومن الاخر نلصقوه فيه سكراتش من في الطابي ونزيدو نلصقوه سكراتش في الارض في العني في كيما نقولوا حنا في الكلاش تاع الكلاش تاعنا هذاك سكراتش هنا نتحصلوا على طابي لاصق في الارض يعني ما يقلقناش اشاك فوا كي نحيو طابي تاعنا نعاودو نديرو سكراتش او يتباع يعني ماهوش غالي بزاف. واو في المكتبات نتمنى يكونوا الاخوات سمعوا التدابير تاع نهار اليوم وينجحوا فيها باذن الله تعالى. ما كفانيش الوقت باذن الله السمانه الجايه ان شاء الله باذن الله دوك نجاوب الاخوات على الاسئله يعني نجاوب غير على الاسئله باذن الله تعالى. ما كفانيش اليوم الوقت نتمنى يكونوا الاخوات سمعوا الوصفات والتدابير وينجحوا فيها باذن الله، والى اللقاء احبتي والى الموعد ان شاء الله.